نزيف الدم مستمر في التحرير، استشهاد 3 وإصابة 871 متظاهرا وسقوط شهداء وعشرات الجرحى بالإسكندرية. اتحاد شباب الثورة يدعو إلى جمعة مليونية قادمة، وحزب شوارع حرب شوارع في الميدان، وآلاف المتظاهرين يحتشدون لصد هجوم الأمن المركزي بالحجارة. الحقيقة الأخبار غير مطمئنة، وميدان التحرير يشتعل مرة أخرى، كان يشتعل حماسا وكان يشتعل ثورة، الآن يشتعل غضبا. وحتى نسارع بتغطية الأخبار وبالاتصال بكل المواقع والمدن في جمهورية مصر العربية لتغطية ما يحدث في هذه اللحظة وما يطلق عليه الآن معركة شارع محمد محمود. يشرفني أن ينضم إلي في هذه الأمسية الصعبة جدا الأستاذة الكاتبة الصحفية والأديبة السياسية القديرة الأستاذة سكينة فؤاد. أهلا وسهلا يا فندم، شرفتينا. يسرنا أيضا أن يكون معنا سعادة اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق والمرشح في انتخابات مجلس الشعب. أهلا وسهلا. أيضا يشرفنا أن يكون معنا الأستاذ نادر بكار عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث الرسمي باسم الحزب. أهلا وسهلا يا فندم. وأخيرا وليس آخرا من شباب الثورة الأستاذ الدكتور شادي الغزالي حرب، الناشط السياسي وأحد مؤسسي حزب الوعي. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني أنا عادة بنبتدي أننا نطرح الأسئلة ونناقش، لكن الوضع في هذه اللحظة عاد للاشتعال. مصر تشهد لأول مرة خلال شهور طويلة، يعني 48 ساعة ويمكن 72 ساعة من أصعب الأيام التي نمر بها. اسمحوا لي أساتذتنا الكبار، دكتور شادي لسه جاي، تصف لي وحين التقينا قبل أن ندخل الاستوديو قلت لي إنها معركة جمل أخرى، وهذا شيء مخيف بالفعل، هو مرعب للغايه. هو في انا جاي عشان اقول اهم حاجه في معلومات عن التحضير كان لمعركه جمل. المعركه بدات بالفعل دلوقتي في ميدان التحرير. المعركه دي التحضير ليها ازاي؟ بلطجيه فتح سرور في منطقه السيده زينب تم تجميعهم باوامر من قاده الداخليه الحاليين، والبلطجيه دول تم توزيع كل فرد فيهم تم تجميعهم من قاده الداخليه الحاليين اللي موجودين دلوقتي، اللي هم بيدينوا الولاء لحبيب العدلي اللي بيديروا الداخليه من اول ما يعني اكتوبر الفتره اللي فاتت دي، وهم المسؤولين عن عدم عوده الامن. كل فرد من البلطجيه دول استلم 3000 جنيه واستلم اسلحه بيضاء واستلم مولوتوف وخرطوش، وجهزوهم ان هم ينطلقوا لميدان التحرير. وكان دخولهم ميدان التحرير من منطقه باب اللوق، وبالفعل اشتبك من حوالي يعني نص ساعه كده اشتبك البلطجيه دول مع المتظاهرين في ميدان التحرير علشان يبان ان المشكله جايه من المتظاهرين، وتعطي ذريعه للامن المركزي الموجود في شارع محمد محمود انه يستمر في ان هو يضرب المتظاهرين. فبالتالي يبقى فيه ضرب مزدوج من الداخليه وايضا من البلطجيه، بالظبط نفس السيناريو موقعه الجمل. الكلام ده مصدره الضباط الشرفاء المحترمين في وزاره الداخليه، وهو الائتلاف العام لضباط الشرطه، وهم ده الكلام ده على مسؤوليتهم، هم اللي ادوني التفاصيل دي. والعمليه كلها بتدار من داخل وزاره الداخليه حاليا، وما اعتقدش انها برضو اكيد كل ده يعني مش معقول ما يكونش بمعرفه المجلس العسكري ومتابعته، ليه؟ لان هو مسؤوليه سياسيه عن كل روح بتفقد في على ارض مصر. فبالتالي يجب ان يقف الكلام ده فورا، ويجب ان يتم اعتقال كل قاده الداخليه اللي بيديروا هذه المعركه الان من داخل وزاره الداخليه، وان يتحمل المجلس العسكري مسؤوليته السياسيه عن حدوث الاشتباكات من اول يوم لحد دلوقتي، وقبل ما تحصل مجزره بسبب موقعه الجمل الجديده اللي على وشك، اللي بتحصل بدات تحصل دلوقتي في الميدان. احنا في انتظار مكالمة من الميدان، من ميدان التحرير. يا شباب معايا مكالمة من ميدان التحرير، معانا مراسلين ميدان التحرير.
معاكم ارقام المراسلين بتوعنا في ميدان التحرير. استاذه سكينه، سعاده اللواء، استاذ بكار، رد فعلكم للكلام الخطير الذي يتحدث عنه، وهذه شبه مؤامره، مش عايزه اقول شبه. لا 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 لا، اللي فضل. بيحصل في مصر لازم اللي قاله شادي دلوقتي بيقدم لي اجابات على اسئله انا ما كنتش لاقيه لها. يعني السيد المشير امبارح قال انه امر ان ما فيش ضرب على المتظاهرين في الوقت اللي المتظاهرين بيضربوا. هل في قوه تانية بتسقط قرارات المشير في الوقت اللي كان بيتضرب على المتظاهرين؟ اقصد بيتضربوا المتظاهرين. الله. السيد المشير بيقول انا اعطيت اوامر بعدم الضرب.